عندي اتصال من داخل السجون، أعتقد أبو زهراء. تفضلي. أبو زهراء، ألو، أبو زهراء تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. أنا الحكم باطل، والله العظيم الحكم باطل، من التعذيب تحت التعذيب تحت الضغط، والله العظيم من التعذيب ومن الكثير احترافه. ترى أنا قلت لهم مسوي هاي الشغلة وأنا والله العظيم بريء. زين أبو زهراء، أنت حاليا من داخل السجن دا تتكلم وياي أو طلعت حكم مالتك؟ يعني حتى دا أفتهم شنو حكمك بالضبط؟ لا خالص داخل السجن. داخل السجن. زين شنو الحكم اللي صار عليك؟ أنا ببغداد. ببغداد. طيب إي والله. شنو هي الجريمة؟ والله ضرب واللي خانة وغلط وهيك يسبون وهيك يسبون. إي والله اشتباه سرقة. والله وأنا مواري 70 يعني مو مال سرقة. اشتباه سرقة. زين أبو زهراء، سؤال داخل السجن. داخل السجن أنت بي تعذيب موجود؟ إي ما أسمع. تعذيب أكو؟ إي تعذيب؟ ما أكو تعذيب، ما أكو بس جوع. أنا أقول الجوع. بس من أنا قلت من التحقيق، ضمن التحقيق التعذيب. يعني حق قويك وعذبوك حتى توقع على تهمة؟ اي والله على تهمة، ومو تهمة، 23 دعوة صارت علي والله العظيم. 23 دعوة ويا السرقة؟ والله 23 دعوة طلعت منها الله فرج علي، بس هاي بقت علي محكمة عادية. اي والله. طيب زين ابو زهراء، اكو حالات ابتزاز عندكم بالسجن؟ دي يبتزوكم؟ اكو ابتزاز؟ اي اكو. يعني دي ياخذون منكم فلوس حتى يطلعوكم او يجيبوا لكم اكل؟ اي والله. اي والله كل شيء اكو استاذ، كل شيء اكو فلوس، كل شيء اكو، يعاملوك معامله. زين والاكل شلونه؟ يعني هذا الفتح انت تحت ملفه. الاكل مو زين. زين ابو زهراء، المن تريد تناشد؟ نزيل وياي، بحاول نزيل وياي. هذا النزيل. نزيل وياك؟ نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. الست انا مظلوم من السما للقاع، اشتكيت وناشدت وما فاد وياي. زين اني حكمت 3 سنوات على مشغلة مشروب. زين وشنو المشروب؟ انا شيت خارج العراق مو بالعراق، يعني مو بداخل العراق. انا شنت زين مو بداخل العراق، وقلت فاير زيدان لا هو عدى شوية بس ينظر قضيتك ولا هج بس يباوع لها من فوق هجي اريد يباوع لها بريء والله العظيم من السماء للقاع. انا شيت بسوريا مسافر قبل الحادث ب4 ايام. قبل لا يجي واحد يقول بيشتري قوطية عرق بيشتريها مثلا من عندي، قاية اشتريتها من عباس. وانا مو بالعراق ست، انا خارج العراق. يعني وين السرعة العدالة يا قبات النزاع العدو؟ شدي بيقلت قابل نزيد. يعني انا حتى يعني المدعى العام اجا استاذ حامد استاذ حامد. زين اجا قلت الاستاذ انا ليش انتي؟ قال فلشت حكمك. زين المدعى العام قال فلشت حكمك انا بابايا وهذا. قلت له شنو هاي يعني شي حاكيت حكايه واحده؟ قلت له قلت له شنو ذنبي يا ذني الاربع اشهر؟ قال لي روح اشتكي. قلت له مو اشتكي بس بدي اعرف انا امن اروح عن غير قضاه هم العاديين. انا هم نفهم قضيتي. يعني اكو واحد خارج العراق يجي ينحكم على قطيع عرق؟ وين صايره هاي؟ بالتاريخ ما صايره، بالاسلام ما صايره. زين وانا عباس رحيم موسى. زين طيب وخلي امك فيق زيدان. قلت ماكو عندي بس فيق زيدان ميزت هنا بالديوانيه ميزت. هم ظالميني. اكو واحد بروحه هم ظلموني ست. زين ميزت قروا عليه رجعوا نفس القاضي حكم 3 سنوات رجعونا عليه حكم 3 سنوات.
يعني ليش تجي؟ يعني ماكو عداله، يعني ثلاث سنوات، يعني عباس ثلاث سنوات على مود مشروب، ثلاث سنوات على مود مشروب بالضبط. مشروب واللي يقول عنده مشروب ست، يقول اللي يقول عنده مشروب يحكمونه ست اشهر اربع اشهر، زين ما لاقي عنده مشروب، يعني وين العداله؟ ما لقوا عنده مشروب يا اخي، ما جيت من العراق، ما كنت بالعراق والاسلام ما كنت، جبت الدخوليه والخروجيه مال بغداد، مطار بغداد الدولي، جبت القدال الختم بين هذا التاريخ ما كان موجود، طالع مسافر وجيت زين، يعني الحكم احكي وياه قال لي، قال انت شنو لسانك؟ قلت له لسان غير ادافع على حقاني، انا رجال يعني مو مواطن تمام، شنو يعني بس تعرف شنو ذنب انا؟ اسال ثلاث سنوات ورجال مريض، الله شاهد مريض زين، والقران مريض بعد زين، يعني ما يعني خارج العراق. انت كم واحد حاليا؟ انت ابو زهراء، يعني انت وابو زهراء من داخل عباس رحيم موسى ست. نعم أنا أشكرك عباس. أنا من محافظة الديوانية ست، أنا محكمة محافظة الديوانية زين. نعم أي زين ست، يعني أنا هسه هذا المحامي يمي الأستاذ أي كامل يكون، بس خلي ينظر قضيتي بدعوتي، بس ينظر بي أشوف مظلوم لا ما مظلوم، ومن جهة القضاء تنظر بتاني، خلي يسمعون القضاء، خلي يسمع فريق زيدان، خليت للديوانية للقضاء يعني الديوانية، يعني بعد هو صدر حكمة علي بعد انتهت مو لا. أشكرك عباس، أشكرك، يعني خلي آخذ اتصالات وأرجع للدكتور، يعني معقولة مشروب ثلاث سنوات وست أشهر؟ زين هذول اللي عندهم مدافع بالبيت ايش يسوون؟